أجرى السيد العميد قوسمية نوردين قائد درك الوطني يومي 28 و29 سبتمبر 2020 زيارة عمل وتفتيش لوحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، حيث وقف عن كثب على واقع النشاط العمليات للوحدات وكذا جاهزية الأفراد في الميدان ومدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالأمن والسكينة العموميين المسطرة من طرف القيادة. في هذا الإطار تمت معاينة عمل الوحدات المطلعة بمهام حفظ الأمن العمومي والصاهرة على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة في مجال مكافحة اللصوصية، جنوح الأحداث وعصابة الأحياء ضمانا لسلامة المواطن وممتلكاته. كما قام السيد العميد قائد درك الوطني بتدشين بعض الوحدات التي تم إنشاؤها مؤخرا لغرض تعزيز التغطية الأمنية عبر إقليم القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني. الزيارة كللت باجتماع تقييمي مع قادة الوحدات وإطارات القيادة الجهوية، حيث ثمن السيد العميد المجهودات المبذولة في مجابهة الجريمة وحث الأفراد على تحقيق أهداف الدرك الوطني على أرض الميدان لتكون واقعا ملموسا ينعكس على شعور المواطنين بالأمن والسكينة والطمأنينة في محل إقامتهم وفي تنقلاتهم من خلال العمل الدؤوب المتفاني والمتميز ومحاربة الإجرام والجريمة المنظمة بكل أنواعها وبدون هوادة.